تواصلنا يستمر أيها الأخوة الكرام، هكذا تستمر الانطلاقات في صباح هذا اليوم، ويسير شوطنا الثاني الخاص للقاية، وهو يعتبر الشوط الرئيسي بالنسبة للجعدان القاية. إلى المقدمة وإلى المركز الأول شاهين لفيصل بن ممدوح الشمري، يتقدم إلى المركز الأول، بينما ناخذ اللي على المركز الثاني شاهين لأحمد بن أتيج بن أبي درميثي على المركز الثاني، بينما ناخذ اللي على المركز الثالث، وهنا على ثالث المراكز ياتي هملول ناصر بن راشد بن سعيد اليابري، بينما في رابع التحديات إرسال سهيل بن محمد بن حمادي العفاري على المركز الرابع، بينما في خامس المراكز هذا شعار الناطق الرسمي مع شاهين أحمد بن عتيج رميثي على المركز الخامس، وسادسا من الجانب الآخر ياتي شاهين سعيد بن راشد برويس الكتبي يتقدم على المركز السادس. هذه هي نتيجتنا وندائنا للمراكز الأولى المتقدمة، عودة إلى الصدارة وإلى المركز الأول. عودة إلى مقدمة الشوط، عودة إلى المركز الأول وإلى الصدارة الأولى، وهناك من غير من الجانب الآخر، إرسال سهيل بن محمد بن حمادي العفاري اللي غير على مقدمة الشوط وعلى المركز الأول وراح إلى التحدي، بينما في المركز الثاني أتابع هملول ناصر بن راشد بن سعيد اليابري، بينما شاهين لأحمد بن عتيج الرميثي على المركز الثالث، بينما ناخذ اللي على المركز الرابع شاهين لأحمد بن عتيج الرميثي، وهناك
أيضا يتقدم في هذه اللحظات. هذا هو شاهين لسعيد بن راشد أبو رويس الكتيبي، ولكن الكيلو والمتر الأخير 600 متر الأخير هي الفيصل عن خط النهاية. راح بن حمادي، راح روح يا بن حمادي، نبنزف التهاني هناك للمرة الثانية في سباقي هذا اليوم للدعم الرسمي لهذا الشعار. محمد بن حمادي العفاري، الله، ولكن هملول اللي غير، هملول اللي على الصدار. مرحبا بهذا القدوم، مرحبا بهذا الحضور، مرحبا بهذا التواجد. الله، للمرة الثانية نوعية فاخرة، نوعية متميزة. سلام لأهل الفوعة، سلام لناصر بن راشد بن سعيد اليابري، ينتزع الفوز مع هملول. ها هو لحظة وصوله وللمرة الثانية في سباق هذا اليوم المركز الثاني. إرسال لسهيل بن محمد بن حمادي العفاري، المركز الثالث وصل شاهين لأحمد بن عتيج الرميتي. التوقيت الزمني 6:21. تهانينا والناموس لناصر بن راشد بن سعيد اليابري، تهانينا لأهالي الفوعة، تهانينا للمرة الثانية في سباق هذا اليوم.